رغم الاحتلال وصعوبة الظروف الاقتصادية والمعيشية لسكان مدينة الخليل بالضفة الغربية، إلا أن روح التحدي وحب العمل يظلان السر الأكبر في كسر قيود الاحتلال. هنا الأخوة للخزف الشرقية، عنوان لمتجر في الخليل الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، لكنه ليس مجرد عنوان أو يافطة، ولكنه إعادة لدوران عجلة الحياة وإصرار يعطي لتلك الصناعة اليدوية شكلا جديدا ومذاقا خاصا. فالمتجر الذي يملكه عدد من الإخوة يضم منتجات بتصميمات مبتكرة، الهدف الأساسي منها زيادة المبيعات. وكانت مبيعات كثير من المصانع والورش التي تركز على تصنيع الخزف في مدينة الخليل قد شهدت تراجعا بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ثم التغيرات السياسية في الوطن العربي التي أدت لتراجع السياحة لمنطقة الشرق الأوسط، إلا أن التطوير والإبداع في التصميم وتنوع الشكل كان السبب الرئيسي وراء بقاء هذه الصناعة. احنا استطعنا ان نطور هذه الشغلة ودخلنا رسمات جديدة، واستطاع يعني كان شغلنا مربوط بس في الأجانب، بس للأجانب. حاليا الإنسان المواطن العربي الفلسطيني بتلاقيه لما يشوف هذه الرسمات بتعجبه. دقة التصميم وحب الصنعة هو سر نجاحها. هؤلاء يحبون ما يصنعون، فدفعهم حب المهنة إلى التطوير والإبداع وليس التقليد. إحنا حاولنا نطور المهنة، تغلبنا عليها، إن إحنا دخلنا أصناف أعداد أكثر نفس الأصناف وطورناها وإبدعنا في الفن. مثلا قلدنا الفن المغربي وتجاوزناه، الفن التركي وبرضه قلدناه وتجاوزناه، وبرضه تعداد الأصناف عندنا هي اللي حمت الصنعة هذه. صناعة يدوية قد يراها البعض تقليدية أو ليست بالأهمية بمكان، لكنها تعبر عن أمل ورغبة في حياة أفضل.